مكملات هتجيبها من الصيدلية هتحسن لك البناء العضلي والصحة العامة. أول مكمل معانا هو الزنك، والزنك بيدخل في أكتر من 300 تفاعل إنزيمي وكمان له دور مهم جدا في البناء العضلي. تاني مكمل هو البي كومبلكس بي 12 وبي 6 ودورهم المهم في سلامة وتقوية الأعصاب. تالت مكمل هو الأوميجا 3 ودوره المهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية الذاكرة وكمان دوره المهم في تقليل الكوليسترول الضار في الدم. آخر مكمل هو فيتامين دي 3 اللي بيحافظ على مستويات التستوستيرون في معدلاتها الطبيعية، فبالتالي بيزود من كفاءة البناء العضلي. والمعلومات ونصايح أكتر اعمل لي فولو.